التعاقدات اللي هي خلاص ابتدت من خلال امبارح باعلان رسمي، يعني الامور كانت منتهيه تقريبا بالنسبه لمحمد محمود بقى لها فتره، لكن الاعلان الرسمي تم من خلال النادي الاهلي بالامس بعد المباراه الساعه 11 او 11 وشويه كده. النادي الاهلي اعلن عن تعاقد مع محمد محمود، ودي بدايه الصفقات يا جماعه. لسه في عدد كبير من الصفقات، مش عايزين نقول كبير قوي، حوالي 4 أو 5 صفقات ان شاء الله هيكونوا يعني اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. دي صور التوقيع بالنسبه لمحمد محمود في تواجد كل من الكابتن محمد فضل، الكابتن حسام غالي، نادر شوقي طبعا وكيل اللاعب، وايضا الكابتن عادل القيعي. فبالتالي اكيد ده كان شيء مهم واضافه قويه جدا لاعب دولي سواء مع منتخب الاولمبي او حتى المنتخب الاول. راجل متواجد وفي اقتناع تام بيه جدا من قبل المسؤولين في النادي الاهلي وكمان من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر. والمهم في محمد محمود ان هو هيكون اضافه سريعه بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن الناس بتقول ده لسه صغير عنده 20 سنه كام من ده، لكن النادي الاهلي عارف ان هو جايبه عشان هيستفاد منه سريعا، مش هيكون محتاج وقت كبير جدا ان هو يتاقلم مع الفريق. ان شاء الله في عدد كمان من الصفقات، الاهم كمان من الصفقات وده شيء مطلوب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، هو اعلان عن المدير الفني الجديد في اسرع وقت ممكن، وده هيكون شيء هام جدا بالنسبه للفريق عشان الامور يعني تسير في الوضع الصحيح بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خلينا اقول لكم ان فور وصول الكابتن محمود الخطيب بعد حوالي اقل من ساعه ان شاء الله المطار القاهرة الدولي، ممكن يعني خلال بكرة يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد بالنسبة للنادي الأهلي، وده هيكون شيء مهم جدا بالإضافة لبعض الصفقات اللي هتكون على مدار هذا الشهر وشهر يناير إن شاء الله بإذن الله. يعني معظم الأخبار اللي معانا قالها لنا خلاص شريف شعبان، وده أكيد هيكون شيء مهم بالنسبة للفريق. نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله في مباراة الجونة يكون النادي الأهلي موفق ويستمر في الانتصارات بعد الانتصار بتاع الأمس. طيب خلينا سريع